ازاي نغير بقى؟ نغير عن طريق الثقافه على مستوى البعيد. الحاجه الثانيه ان لازم للناخب نفسه يبقى عنده ثوره، يعني مش معقوله ان انا بطالب الناخبين او المرشحين بثوره والناخب ما عندوش ثوره، وانا يعني اتحدى او يعني يعتبر فرس رهاني اللي هو المجتمع. ازاي؟ ان هم اقصوا الفلول. فانت اول حاجه هو المجتمع نفسه لفظ اللي هو ما ينفعش ان هو يبقى معانا. بالتجربه ان شاء الله الدنيا تتغير ان شاء الله يا رب. عايزين نقول خبرين كده بسرعه عشان نخلص اخبار بقى ونخش في المناقشه الكلام الجد. خلي بالك ان ده كله مش جد يعني. لا 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 لا. توجيه المكتبات بوزاره التعليم يحتفل بعيد الاسره تحت رعايه سوزان مبارك، تحت رعاية واهتمام قرينة رئيس الجمهورية للأمومة والأسرة بالرعاية الكاملة لها في شتى المجالات. بهذه الكلمات أرسل توجيه عام المكتبات بوزارة التربية والتعليم نشرة إلى مدارس محافظة أسيوط بخصوص الاحتفال بعيد الأسرة التي وصلت للمدارس أمس وحملت رقم 497. المنشور تضمن موضوعات المسابقة ومنها إعداد ألبوم صور ورسومات خاصة باهتمام السيدة قرينة الرئيس الجمهورية بالأمومة من حيث التكريم والرعاية. ويبدو أنه في حد مغيب ما وصلوش لغايه دلوقتي. لو يقول لك الثوره مستمره ليه؟ يقول لك الثوره مستمره ليه؟ طب ما هو الثوره مستمره بس ليه؟ بس انا عايزه اقول بقى ان يعني وكيل وزاره التربيه والتعليم الاستاذ ابراهيم الموافي احال موجه اول للمكتبات بمديريه التربيه والتعليم والموجه العام للمكتبات للشؤون القانونيه على خلفيه ارسال هذا المنشور الى مدارس محافظه اسيوط بخصوص السيده الشؤون القانونيه دي في العباسيه مش في ميدان التحرير. بس عايزه اقول لك هنا سرعه الاداء اللي حضرتك كنا بنقوله على الاستاذ نادر بكر، هنا في روح مسؤوليه في وزاره التربيه والتعليم فورا. اي غلطه، انا قلت الخبر ده ليه؟ ان حصل تصحيح في اقل مثلا 10 دقائق. صحيح. يعني الخبر نزل الخبر اتصحى في 10 دقائق وانه روح المسؤوليه. بس انا احط برضه النهارده وزاره التربيه والتعليم احط الموضوع دوت برضه علامه استفهام كبيره. أيه. لان حصل في تونس وهم ما خدوش بالهم، يعني انا مش عارف هم ما خدوش بالهم. طب انت حصل في تونس ان ساعه عيد الفطر تقريبا ولا عيد الاضحى أيه. تهنئه الرئيس التونسي اتذاعت على التلفزيون وقالوا اصل احنا معلش ما خدناش بالنا. انت مش عايزين كده والنبي مصر دايما لا الغلطات اللي على مستوى تهنئة الرئيس دي مش عايزة.